تعالى نتكلم شويه على بعض الايجابيات اللي انت شفتها، يعني اتكلمنا على سلبيات واتكلمنا ان في برضه لسه بعض الاخطاء، ظروف الاصابه بالنسبه للنادي الاهلي، عايزين نزق شويه بعض من الناشئين، عمليه الروتيشن تبقى افضل شويه، لكن اكيد كان في ايجابيات. من الايجابيات ديت الشناوي قريب جدا انه يعمل ريكورد كبير جدا ان هو الكلين شيت، يعني انت برضو شايف ايه الايجابيات الفتره اللي فاتت وعايزين ندوس عليها؟ يعني مثلا الكلين شيت والكلام ده كله ده ما يفرقش، يعني دي ارقام بتتحسب وتتضاف، لكن يعني بسم الله ما شاء الله الحاله اللي فيها ما شاء الله طبعا. محمد يعني ربنا يعني يحرسه ويحافظ عليه في يعني في الفتره اللي جايه، يعني ايه كتر الكلام بتفتح العينين. لا ان شاء الله ربنا يحرسه، في عينين يعني ربنا يعني يكفيك شرها، يعني ماشي حالة من إدة يعني حفظ ماء وجه لدفاع الأهلي، يعني في ماتشات بأمانة شديدة يستحق عليه، يعني عمل لقطات طبعا رجل مباراة وتوفيق من ربنا سبحانه صحيح. وتعالى ليه، ده كان شيء كويس صحيح. ويستحق المساندة. ده اللي خلينا احنا ما اتكلمنا على السلبيات، قلنا على جزئية من الواجب إذا لم تتناول السلبيات وقعدنا نتكلم ايجابيات والدنيا زي الفل احنا بنضحك على بعض، ده حقيقي. لكن الامانه تتوجب علينا ان احنا نتكلم على لازم تتكلم على عيوبك طبعا واخطائك عشان تتعلم منها.